انا بتهيألي دكتور احمد اللي عدى عليا كان في السكر والهارت فيلير اللي هو الامبا والكانج الفلوزن. ما هو بيعالج الهارت فيلير لانه بيؤدي الى سولت لوس، فده برضه بيفيد في الهايبرتنشن. بس ده معلومه عمليه يا رب، بس ما اعرفش ليه بيقول ايه. بيوقع يمكن الاس جي ال تي اللي قصدك عليه اللي هو الكانا والامباج الفلوزن. طيب هنا انا عندي، انا همشي ستيب وايز، بتهيالي هناخد الجليبتين الاول قبل الليرجلوتايد عشان اورال برضو اسهل. ده هيعمل ووتر ريتنشن، مش هينفع مع الهايبرتنشن، ده هيزود الوزن. تصدق الدبج الفلوزن موجود هنا، الدبج الفلوزن، بس اللي برضو بيقلل الوزن برضو، مش عارف هيبقى انهي الاصلح. فعلا طلع كلامك صح 100%، دبج الفلوزن الهارت فيلير في الهارت والهايبرتنشن. When this patient is obese and is outside the guidance for good hemoglobin A1C control, sit by nice at 58 اللي هو 7.5. She requires therapy intensification out of the option given. عندنا ال SGLT2 inhibitor the most appropriate option because it result in modest calorie spillage into urine and has positive effect in blood pressure control. الله ينور عليك يا دكتور أحمد. Patient on average سي تقريبا 2% weight loss على 6 شهور و some much greater weight reduction in السين. طيب و cardiovascular outcome among the class study كده عاملينها. يبقى الدابج الفلوزن والامباج الفلوزن كويسين في الهارت فيلير وكويسين في الهايبرتنشن، دايابيتس وهيعمل وات ريدكشن برضو، لان الثاني السيتا 3%. السيتا جبتن بيعمل ويت ريدكشن، بس اللي هميزه موضوع ان هو يصلح لي الهايبر تنشن. هنا بيقول لك does not increase the risk of hypoglycemia، ده حلو برضو. فيه ال SGLT2 inhibitor is however preferred because promote greater weight loss weight loss associated with positive cardiovascular outcome، بينما الدي بي بي اي ده هيعمل ايه؟ اي ان انهبيتورز ده هي عنده ناتشرال افكت على الكارديو فاسكولار اوت كوم نيوترال، سوري. تمام. يبقى هو مجموعة الجليفلوزين أفضل من الجليبتين في الويت ريدكشن، وأفضل حتة الكارديو فاسكولار أوت كوم. مع انه دي هنا بيقول اللورا اعلى بقى في الويت لوس. هي بتعمل ويت ريدكشن عادي، بس هي مش في الستيج دي، هي في اخر ستيج بعد التريبل ثيرابي. لو انا باخد تريبل ثيرابي بودي ماس اندكس اعلى من 35، ساعتها افكر في جي ال بي 1، لكن ده لسه بياخد ميتفورمين، عايز ايه في الدول، لسه داخل الدول كده مفكر في نحن شفنا على طول البي ام اي. طيب خليني الخص بس السؤال ده، دكتوره شيماء لسه داخله معانا، هو واحد عنده بودي ماس اندكس عالي وبياخد ميتفورمين ماكسيمم دوز وعنده هايبر تنشن في نفس الوقت، فقالوا ايه الانسب دراج ان احنا ندخله من الادويه دي؟ فاحنا طبعا الجليمبريد ده هيزود الوزن والبايبرتازون مش هينفع. انا بفضل بين الثلاث حاجات دول، ده هيبقى في الستيج طبعا بعد التريبل ثيرابي فمش وقته، فبين ده وده. الدابك الفلوزن كويس في الهارت فيلير في الهايبر تنشن، فانا هختاره هنا، وكويس في الويت ريدكشن لانه بيفوق الجليبتين في الويت ريدكشن كمان. اخترنا الايه؟ دابا جليفلوزي.
طيب ماشي اوكي، لو حد عايز يقرأ يقول لي يعني. What other step would you advise؟ pregnancy test ولا MRI على البيتيوتري ولا dynamic ولا lumbar puncture ولا commence sodium valproate؟ شوف ايه الموضوع. البرولاكتين كان عندنا كام؟ 900، عالي بس مش عالي قوي. طيب الاي اي جي عندنا minor slowing of alpha wave with increase of voltage في الثيكا activity diffuse fast activity. طيب ماشي، سؤال نيورو على كده. 39 year old woman present to the first seizure clinic. She is accompanied by her community psychiatric nurse. The nurse provide a witness account of attacks. Each episode has occurred in the community day hospital. The patient would fall to the floor screaming. She would then thrash around both her arms, followed by her legs. يعني ايه بتيجي الاتاك ماسكه من فوق لتحت ولا ايه؟ During the episode she is unresponsive holding her eyes. شكلها بتستهبل دي ولا ايه؟ In holding her eye tightly وشاوتينج او سكريمينج. طيب she is able to converse with staff in the center. She has never injured herself. Never injured herself. برضو دي ايه، برضو علامة فيها ان هي مش convulsant. طيب complain من هذيك بعد القصة دي memory. طيب ايه رأيكم في القصة دي؟ include عندها شيزوفرينيا وهي اصلا ايه سايكاتري، تاخد control debut of chlorpromazine و lifetime smoker و mild airway disease و physical examination. عندها tar staining on the finger only. عندها كم سنة؟ 39 سنة. عندنا صوديوم فالبوريت تالي. لا اصلا لمبر بانكشر السؤال العجيب. تمام، هي عندها هايبر برولاكتينيميا عشان ال لا 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 هايبر برولاكتينيميا عشان الانتي سايكوتيك دراج انديوسد يعني بيعمل هايبرولاكتين. طب ايه نعمل لها دايناميك؟ الخيار اللي في السي سي شنو السي دايناميك بيتيوتري فانكشن تيست دي شويه هرمونات كده وبعد كده نأسس الهرمونات بتاعت البيتيوتري. يعني دايناميك لما تبقى هايبو الدايناميك دي بنشيك على البيتيوتري، بندي الهرمونات اللي هي بتاعت الهايبوثالاموس ريليزنج هرمون. بعد ما نديهم بنعمل بنشوف الليفل بقى بتاعت الهرمونات بتاعت البيتيوتري في حالات الهايبوبيتيوتريزم. لا 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 هي بعيدة، هي هايبر برولاكتينيميا ولازم نعمل برجنسي تيست تو رول اوت ان هي برجنسي وان هو سايد افكتس من دراكس. Differentiation of true seizure from psychogenic non-epileptic seizure is challenging. It is usually detailed history from the patient and witness rather than lab testing that will give the diagnosis. However, the gold standard investigation to confirm diagnosis, lower video EEG recording a habitual event,
This scenario, the story is highly suggestive of non-epileptic, اللي هو psychogenic دي، ماشي؟ فين رحنا فين؟ Pointer toward non-organic theology include rapid post-ictal recovery وبيزارد limb movement دي بتقعد تبدل كأنه عجلة والكلام اللي بيستيبل اللي بيعملوه، الاي كلينشنج برضو دي علامة، ما بتعورش نفسها برضو دي علامة ليك اوف انجري. هنا كانديديت شود نوت بي ديستراكتد باي ذا انتر اكتل اللي هو الاي سي جي والبرولاكتين ريزلت. حد يقرا يا جماعه عشان السؤال ده قفلني من ايه اللي جايبه هنا؟ البرولاكتين عشان برولاكتين كل القصه دي. طيب ماشي، هنا بيقول ايه الكوز الهايبوناتريميا؟ البير بروتومانيا دي اللي هم اللي بيشربوا بيره كتير برضو دي من اسباب الهايبوناتريميا. طيب نشوف اي واحده من دول حسب السيناريو. البلازما اخبارها ايه؟ قليله والكالكوليت قليله برضو، يعني في فرق صح؟ بس ترو هايبوناتريميا. اوكي تمام. طيب جلوكوز كويس والكرياتينين كويس، الصوديوم لو سفير هنا اقل من 120 115. شوف الكيس drink several large daily. هو الكحوليك يبقى بروتومانيا دي. اوكي تمام، بير بروتومانيا دي. Beer bitumania is a recognized cause of hyponatremia and alcoholic misuser. The electrolyte imbalance normally corrected itself with cessation of alcohol. The osmolar gap is due to presence of osmolatic active ethanol in blood. لما يكون في gap. يعني الجاب ده اللي احنا اللي هو الفرق بين الاثنين دول. دي تقول لنا برضو انه في من انه بتاعت البروتومانيا. والسبب انه اكتف. هي ايه الحاجات التانية اللي تعمل الجاب؟ الحاجات التانية اللي ايه؟ اللي تعمل الجاب، ازمولار جاب. مش عارف بصراحة. ايثانول وميثانول وجلايكول. الايثانول والميثانول والجلايكول. بس في حاجات تانية ما اتذكرش. حلو. ايه برضه الهايبر ليبيديميا والحاجات دي ولا ايه؟ الايه؟ الهايبر ليبيديميا يعني تقريبا كانت بتعمل سودو برضه ولا مش؟ الهايبر ليبيديميا والهايبر والبروتين كانوا جلايسيميا. بالظبط، ممكن يعملوا سودو هايبوناتريميا. صحيح. طيب ناخد سؤال تاني. Which of the following is the treatment of the choice for this patient? Parotidectomy, parathyroidectomy, calcium supplementation, calcium vitamin D, parathyroid hormone, أو calcitonin. تمنتاشر سنة man, mild learning disability, referral emergency. He has recently moved into sheltered accommodation in the area. And is noted by staff to have multiple complaints about muscular weakness and pins and needle affecting both hands. He has been noted by GP hypocalcemia or raised parathyroid hormone, يعني hypopara.
عنده subcutaneous calcification and he has a short fist and metacarb pseudo pseudo hypobara. طيب بارا هنديله ايه؟ بارا هنعطيها الكالسيوم وفيتامين د فيتامين دي ايه؟ كالسيوم مش هي سودو؟ يعني الباراثيرويد مش عارفه تشتغل ثواني. هو عنده عشان في مشكله عنده هايبوكالسيميا صح؟ وعنده ريزد باراثيرويد هرمون بس مش بتشتغل كويس عشان في مشكلة في الريسبتورز. مش أحسن نعطي الفيتامين دي وكالسيوم؟ طب عنده إيه؟ subcutaneous calcification الفيفث ميتاكاربل. طب ما ده برضه برايمري صح؟ لا ثواني. لا سودو هايبو سودو؟ ما عنده learning disability وعندك short في الفيفت متكاربل ايوه وهايبوكالسيميا والبارثيرويد هاي. بس بتهيألي الكالسيتونين برضه علاجه. نعم فيتامين دي سودو هايبو سودو هايبو بيجي معاه كمان subcutaneous calcification و intelligent impairment وهي مشكلة في الجي بروتين receptors. اوكي مش حاجة تانية. وكمان هنا في حاجة such as those linked to the TSH وال LH وال follicular FSH activity may also seen. الكالسيوم وفيتامين دي is the intervention of the choice. Calcium level should be monitored frequently during the treatment as rapid rise may occur. دكتورة منال راحت فين؟ دكتورة منال صوت اختفى من عندي. طيب أقرأ أنا السؤال ده. A young woman جاي عندها polycystic ovarian syndrome وهي not currently interested بال إن هي تبقى having children تمام وبتستخدم Which of the following will be the most appropriate advice? هي قلنا losing of weight هيبقى كويس ويعمل impact على الهير symptoms. مهتمية بالأطفال كنا نستخدم كلومفين. لا طلعت غلط. طيب الكو سيبرين هي وزنها أصلا صغير ده هي 23 بدماس اندكس بتاعها قليل بس يعني برضو اوفر ويت شوي بس مش اوبيز اوفر ويت اوبيز طيب ايه بقى الكو سوبرينو دايول افكتيف عن اللي هو الكونترسيفتيف بيلز العاديه اللي هي الكومبايند اورال كونترسيفتيف بيلز ليه؟ لانه بيحتوي على حاجه اسمها سوبرو تريون هو انتي اندروجين بيعمل كنترولينج للاكني والبوتيتيزم اللي بيحصلوا من البي سي اوز
طب الويت لوس ليه؟ لان هي في النورمال رينج يعتبر. ليتل امباكت على السيمبتوم، صح بالظبط يا دكتور احمد، الله ينور عليك. دكتوره منال معانا ولا ايه؟ معاك. سمعت السؤال ده؟ هي عندها بوليسيستيك وعندها مشكلة الستريس من الهيرسيتيزم والأكني، والبي ام اي كويس. ايوه بالظبط كده. وبتيجي بتستخدم كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، فاحنا هنبدله انتي اندروجين بالكو سيبرين دايول عشان في انتي اندروجين يعمل تمام. كونتراسبتيف. وبالنسبه للويت لوس هو ايه، هي اوريدي بدون مسألة بتاعها يعني مش عالي. سؤال difficult طبعا. What's the most useful bedside test to aid a diagnosis؟ هل blood pressure أو ECG ولا oxygen saturation exercise oxygen saturation ولا postural blood pressure urine analysis؟ يورين اناليسيس مش بتسايد تيستين عموما. صوديوم لو ماشي، بوتاسيوم هاي، جلوكوز لو، شكله كده ايه؟ أديسا عنده طيب البلس اديسون، 120 اديسون من دول بلاد بريشر ان ايش ارم؟ لا الاكسرسايز أنا شفت أي في بوستشرال بلاد بريشر بس أنا نشوف بس الكيس ماشي شفت اتش اي في. ماشي. هو 34 سنة، مان عنده 2 ويكس اكستريملي فاتيج انكريز ابدومينال بين، عنده 3 داي فوميتينج دياريا ديزنس، عنده دايجنوستس اتش اي في وستارتد انتي ريترو فايرال. اوكي شوف بس في انفستيجيشن تانيين نشوفه. هو من 3 أسابيع بدل الأنتي ريترو فايرل. فيرولوجي ات تايم اتش اي في عنده ده قديم الاي جي جي. اوكي بلد بريشر عندي اوكي عادي. بس هو الاديسون الاتش اي في يعمل اديسون صح؟ ال HIV خلى السيتوميجالو فيروس هو اللي يعمل تقريبا، therefore cause maybe سيتوميجالو فيروس adrenalitis. هو ال HIV كان من ضمن الأسباب، مش كان كنا بنقول ال HIV والتي بي المننجايتس اللي هي كانت الوايت هاوس مظبوط. والتي بي برضه والاوتو ميون في الغرب اكتر. Which of the following would be the best investigation to perform next? MRI, insulin tolerance, glucose tolerance, serum prolactin. ولا اي جي اف؟ شكلها اي جي اف بس خلينا نبص. 52 سنة، عنده undergone pituitary surgery and some treatment after the operation, complain lethargy and reduce energy. تبقى examination عنده central abdominal deposity or reduce the grab strength and has already talking thyroid and cortisol replacement.
and blood testing suggests adequate full blood count والإلكترولايت والليفر فانكشن تيست and remarkable. شكله هايبوبيتاتيريزم عشان سيرجري، فالأحسن هو ما عندوش سيجر. هي شالت بتاخد ريبليسمنت ثيرابي، قلنا اهم اثنين الكورتيزول والثايروكسين. يبقى الاكرو بالظبط لو في الجروث هرمون. بالظبط، ممكن الجروث هرمون قليل، فاحنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اخروه اي جي اف جروث هرمون لو، نقيس الاي جي اف برضو زي في الاكرو. لا 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 لا، انسولين تولرنس، وانا نعمل انسولين ونشوف هيزيد ولا لا. المفروض انسولين ايوه بالظبط، او جلوكاجون صح؟ جلوكوز وكتبها لا جلوكوز، هي لا جلوكاجون تولرنس. انسولين سبريشن تيست يعني اسمه، يعني لما تعطي انسولين هو يحصل هايبوغليسيميا صح؟ بالظبط، فيطلع جروث هرمون ونقيس احنا بقى. بس كان في تقيس الجروث هرمون ولا تقيس البلاد شوجر؟ لا لا، نقيس الجروث هرمون بالانسولين. الانسولين هيخليه يزيد، يا اما يا اما انسولين. كان في عندنا تيست، تو تيست، الانسولين والجلوكاجون صح؟ مش الجلوكوز، الجلوكاجون. لا طلع الاي جي اف برضه، والاي جي اف ده في النقص وفي الزياده بنستخدمه في الاثنين يعني. النكست، طالب النكست كانيشال. ماشي، نقرا الاكسبلانيشن. هو بيقول ان ذا ان لايت اوف ذس مان بريفيوس بيتاتوري سيرجري ات از بوسيبل ذات هي هاز ا جروث هرمون ديفيشنسي. كلينيكال فيتشرز اوف جروث هرمون ديفيشنسي انكلود امبيرد ويل بينج، ريديوس انرجي فيتاليتي، ريديوس ماسل ماس، اكسرسايز تولرنس، ديكريز سويتنج، انكريز كارديوفاسكولار ريسك، انكريز فراكشر ريسك، اوستيوبروسيس، سيرم اي جي اف كونستريشن لوور ذان لوور ليميت of normal in patient who has pituitary disease confirm diagnosis growth hormone deficiency. يعني أنا أتوقع إنه هو lower limit، لما نشوف الليفل بتاعه الآن lower limit في حالة deficiency. Even a normal value does not exclude growth hormone deficiency، ولو كان normal not exclude deficiency. Further investigation would be indicated here. نشوف الانسولين تولرنس. انسولين تولرنس تيست انديوس هايبوغليسيميا از ا بوتنشال اوبشن فور انفستيجيشن although this unpleasant for patients. other options such as arginine growth hormone releasing hormone test are preferred where these are available now. يعني اللي احسن منه أرجينين جروث هرمون. لا ده في الجروث هر في الأسسينج الأكروميجالي أو إيفالويشن أكروميجالي جلوكوز تولرنس تيست، ده بعد الاي جي اي جي اف طلع بوزيتيف او ايكوفوكال، نروح لده في الاكرو الزياده. يبقى في النقص ايوه برضو اي جي اف الاول، لو طلع بوز قليل يعني او ايكويفوكال نورمال، نروح للارجينين جروس هرمون ريليتد ريليزنج هرمون قصدي تيست. انا بتهيألي عدى علينا حاجه اسمها انسولين سبريشن تيست. هو نفسه ده اللي فعلنا ان هو بيعمل عشان يعمل هايبوغليسيميا. اوكي which tumor causes tumor recurrence.
بابيلاري كارسينوما. بابيلاري كارسينوما، ايه التيومر ماركر اللي يقول فيه ريكارنس فيها؟ البابيلاري، البابيلاري ثايروغلوبين. هي لوحدها اللي بتاخد من الثيروجلوبين، اذروايز الكالسيتونين كان تقريبا في الميدلري. الميدلري كان بقية الأنواع. خلينا نشوف هو قايل إيه هنا. ال papillary carcinoma of thyroid is most common thyroid carcinoma and account for 80% من الحالات. It is a slow growing and well differentiated carcinoma but has propensity for spread to cervical lymph node. The male to female ratio 1 to 3 with female having overall better prognosis. Risk factor for developing this condition include excessive intake iodine, external radiation to the neck, thyroidectomy, and the radioiodine ablation are the mainstay therapy. Since thyroglobulin is synthesized by well-differentiated thyroid carcinoma, it can serves as useful tumor marker for assessment recurrence of the tumor, but only after total thyroid ablation. Which of the following schemes represents the best plan with respect to his surgery? He should commence it on calcium, rhizonium, and surgery can proceed. عنده البوتاسيوم هاي. هو chronic kidney, admitted for arthroscopy for right knee. والبوتاسيوم 5.9 والكرياتينين 450 واليوريا 28. هو عاوز أحسن حاجة with respect best plan with respect his surgery. He should be commenced on calcium rhizonium and surgery can process وتكمل السيرجري ولا he should be given nebulized salbutamol. He is safe to continue with surgery. He should be given insulin dextrose and surgery may proceed or surgery should be delayed until his potassium below 5.5. نعطي انسولين. انسولين. هو احنا يبقى البوتاسيوم لسه موجود في الجسم بس عملنا له شيفتنج من مكان لمكان. استرو الانترو. في عمليه الكتيف يعني ممكن تيوس. نستنى لما البوتاسيوم تحت 5.5 فاكر الرقم ده ولا نديله ريزونيوم ونخلص منه نطلعه بره الجسم خالص ايه رايك؟ قصدي مش ايمرجنسي يعني عمليه اللي بتبقى بعدين ممكن يصبر وهيعمل ايه؟ خلاص نعمل كده 5.5 صح كده. The guideline for surgery in patients with a chronic kidney disease suggests that surgery should be postponed until serum potassium أقل من 5.5. In addition, a patient undergoing surgery potassium should be monitoring immediately after and then again 4 to 6 hours later. Where surgery is likely to involve significant circulatory compromise and acute or chronic kidney disease may be precipitated. Such as a coronary artery bypass surgery, patient should ideally be stabilized on dialysis first. مش بيشتغل بسرعة. 48 ساعة. كله 48 ساعة. ناخد سؤال تاني. بس على الديجنوز. Which of the following is most likely a diagnosis?
هل ام ار اي ولا بريجنسي ولا ثايرويد فانكشن ابدومينال الترا ساوند ولا جونادوتروفين ريليسينج هرمون تيست؟ يعني ال اتش لا الجونادوتروفين. اوكي 38 سنة ومن عندها decrease libido vaginal dryness absence period from 4 months suffering from being to suffer embarrassing milk leakage from her breast on only minor nipple stimulation medication include oral contraceptive والبرولاكتين level 1300 she maintained that she could not possible be pregnant as she has bought a home test which is negative ال blood pressure كويس وال pulse كويس بي ام اي 23 فهنعمل ال نكسكلود البريجنانسي برضو كمان laboratory اوكي ده ايه لا ام ار اي ام ار اي برولاكتين ليفل ار تو اليفيتد to be due to oral contraceptive. With this symptomatic picture, it's important to rule out prolactinoma or other pituitary tumor leading to raise prolactin level due to pressure effect. MRI scan is needed to determine tumor size and location. حاجة عجيبة جدا. طب هو عامل visual disturbance ولا حاجة؟ لا 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 بس كان عندها ليكج وعندها السايكل مشكلة في المسترال سايكل أو البيريود وبس والبريجنسي تيست في الهوم كان نيجاتيف هو كان فوق من طيب هو امبارح جانا سؤال مين أحسن واحد في التريتمنت الكابراجولين ولا البروموكريبتين إن الكابرجولين هو الأفضل إلا إذا كانت بتخطط لحمل بتخطط لحمل تاخد البرومو وإن البريجنانسي البي مع أيوه بالظبط برومو كريبتين مع البريجنانسي بس الكاربي أيوه بالظبط طيب دينا What diagnosis fit best with this clinical picture? Hal complex partial seizure, temporal lobe epilepsy, related drug related hyponatremia or hypernatremia or intracranial tumor. 48 سنة man suffer from epilepsy present to his GP. His medication recently been changed after increase his fit frequency. هو دلوقتي بياخد كربامازابين. He has شكلها عنده headache وعنده tiredness, lethargy, intermittent confused. يبقى drug related hyponatremia. بالضبط. الحاجات اللي كانت عدت علينا الكربامزابين والسلفونايل اليوريا وكم دواء كده هو كاتبهم هنا تقريبا جيبه. اللي هي سيادة الكلورو فينكريستين والفينبلاستين دول السايكو سايتوتوكسيك اتنين سايتوتوكسيك وعندك السايكلوفوسفامايد كمان سايتوتوكسيك والكلورو بروباميد انتي ديابيتك كلوروبروباميد والكلوفايبريت والانتي سايكوتيك فينوثيازين والماو انهيبيتور معظم بحرف السي سايكلوفوسفامايد كلوبرومازين كلو فايبريت كربامازابين فينكريستين فينوبلاستين و